جماعه على التليفونات، لان واضح جدا جدا ان في ضغط جامد على التليفونات من كل حته في الدنيا، وده اللي بيقوله لنا الكنترول. فاحنا بنتمنى لكم اولا انك تصبروا معانا شويه، ويا ريت تعذرونا لو ما قدرناش ناخد المكالمه زي ما حصل من شويه. طبعا الحكايات اللي سمعناها كلها فضفضه من القلب. اللي انا بقول عليه بقى ان ما حدش مثلا يجي يسمعني دلوقتي يقول لي بس انا لسه ما اتجوزتش، انا مالي والمشاكل متجوزين. لا، انا عايزك تقعدي تسمعي، عايزك تتعلمي من الواقع. لان كل واحد فينا هتقول لي مثلا فتره المراهقه فيها حب متهور، حب اهوج، حبيه، خليه زي ما هو، عيشي في عيش وقتك، يعني عيشي الفتره اللي انت فيها. ولكن حط في بالك دايما ان الحب الحقيقي لازم بيجي بكل اللي احنا بنتكلم عليه، بيجي مع الماتيوريتي، مع النضج، بيجي مع الوعي، بيجي مع السن معينه. يعني انا عن نفسي مثلا بقول لكل بناتنا وكل اولادنا يا ريت البنت تحتفل بعيد ميلادها 25 في بيت باباه. ده كلام معروف عني دايما. ليه؟ لان عند سن ال 25 سنه بيكون في نضج كامل. حصل ان هم كبروا، خلصوا الجامعه، اشتغلوا سنتين، واجهوا الحياه بكل صعوباتها، وبالتالي عندهم من الخبرات ومن الحاجات المكتسبة اللي تخليها قادرة انها تتحمل مسؤولية رجل في حياتها. الحلقة الجاية ان شاء الله انا محضر لكم موضوع مهم جدا، هكلمكم على انماط الرجال بكل انواعهم. هنتكلم على الرجال الاسوياء، هنتكلم على الرجال اللي عندهم الكاريزما، هنتكلم على الرجال اللي عندهم اللي هم اللي بنسميهم البارانويد، يعني هنتكلم على الناس اللي هم السايكوباتيين، هنتكلم على النرجسيين، هنتكلم على كازانوفا، هنتكلم على هنوصف كل انواع الرجال. ده الحلقه الجايه ان شاء الله. ولكن ده الغرض منه ان احنا نعلم ولادنا وبناتنا ازاي يعرفوا يختاروا صح. طب معانا تليفون تاني، نقول الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معي؟ هند. اهلا بيك يا هند. انت متجوزه يا هند؟ مدام. اهلا بيك يا مدام هند. عندك اولاد؟ نعم. عندك اولاد؟ عندي اثنين. ربنا يخلي يا مدام هند. امريني بقى، انت النهارده هتكلميني على الحب ولا هتكلمينا على تجربه خيانه؟ لا يعني مش خيانه خالص، يعني خالص، بس هي مشكله كانت كبيره شويه. كبيره قد ايه يعني؟ كتير قوي. انا كنت مرتبطه بحد قبل كده. ايوه. لسه معايا يعني حاسه بعلاقه سنيه مثلا. ايه الحقيقه؟ تقصدي تقولي قبل الجواز؟ اه. الحب الاول؟ بالظبط. ذكرى الحب الاول ده موضوع مهم جدا على فكره اللي بتقوله لنا مدام هند دلوقتي. بتفضلي يا مدام هند كملي. هو المشكلة ان انا والدتي مثلا توفت. ايه؟ والدتي توفت. الوالدة توفت بقاء لله. دي بعد كده هو كان متقدم قبل ما هي تتوفى في الصحيح قوي. اللي انا متجوزاه حاليا متقدم لي بعد ما والدتي توفت، هي الله يرحمها كانت بتحب قوي. هي كانت بتحبه؟ اه. بس حضرتي فانا اضطريت ان انا اوسع العريس ده، وغير كده اللي كان قبل كده ما كانش ينفع لي. كانت مامتك مش موافقه عليه الله يرحمها؟ اه لا، الثاني الاولاني هو الحب قبل الجواز. اه انا قصدي على ده، كانت مامتك مش موافقه عليه؟ لا، ما هو متقدمش. طب ليه ما اديتوش الفرصه انه يكمل ويتقدم؟ ولا هو كان رافض الفكره؟ سبع سنين ضعف. فاهم؟ كنا ارتبطنا سبع سنين. ايوه، ما انا بتكلم ليه 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 سبع سنين دول ليه ما انتجوش ارتباط شرعي؟ يعني هو مش عارف، هو ما فتحنيش في الموضوع ده. هو ما فتحكيش في الموضوع ده. كان انت عندك كام سنه دلوقتي يا مدام هند؟ معلش بس لحظه واحده عشان نتكلم كلام بقى، ايه يعني نعتبر دي سيشن صغيره كده سريعه على الهواء. انت كان عندك كام سنه لما ارتبطت بيه؟ الاولاني. معانا تليفون تاني؟ الو؟ الخط قطع. طيب بسرعه كده هنقول لمدام هند، يا مدام هند ما ينفعش ان انا اقول حب علاقه سبع سنين وايه ما فتحنيش. يبقى كنا بنعمل ايه بقى؟ يبقى ما اجيش اقول كنت بحب، كنا بنقضيها. لان اللي بيحب ده شفنا ساره بتقول ايه؟
نفسها تطير وتروح تقابله، هو نفسه يطير ويروح يقعد معاها، نفسه ما يضيعش لحظة مع أي حد لما يكون معاها، هو ده الحب. لكن حب 7 سنين ومش عايز اتقدم، ما فتحنيش ان انا اتقدم، ما حبش انه يرتبط بيا، ما حبش انه يجمعنا بيت واحد وكيان واحد، ده هنسميه حب؟ هسيبكم انتوا تجاوبوا. حاجه تانية اللي قالتها لنا برضه مدام هند دلوقتي، قالت انها مش قادره تنسى الحب الاولاني، وانا سالتها في اول المكالمه هي دي تعتبر خيانه، موضوع خيانه ولا مش موضوع خيانه؟ قالت لا، ما في موضوع خيانه، موضوع حب. لا بس انا بقول لا يا مدام هند، ده موضوع خيانه، لان هو ده الصراع اللي جواكي. انت دلوقتي بتفكري في راجل وعايشه مع راجل، متخيلين الاحساس ممكن يبقى عامل ازاي؟ بتتقطع من جوه ما بين احساس وما بين واقع قدامها مش راضيه عنه، وكل ما يحصل مشكله مع الواقع ترجع تعيش في الماضي وتفتكر احلامها اللي فاتت، ويجي لها اكتئاب، ونقول احنا مكتئبين ومش حابين الدنيا، ونقعد في الماضي دوت قاعدين مكلبشين كارهين بكره. عرفتوا ايه مشكله ان انا ابقى عايشه وسط هذا التشتت ما بين الماضي اللي انا ما قدرتش اخرجه من جوايا؟ طب غلطتها هنا فين؟ غلطتها انها كانت لازم لما خدت القرار ترتبط بانسان عشان مامتها بتحبه، عشان هي بتحبه، عشان هي شافته بيحبها، مهما كانت الاسباب خدت القرار لازم اعرف عقباته ايه. يبقى معنى كده ان انا لازم اتخلص من الماضي ده، شنطه الازاز المكسره اللي جايه من حب قديم فاشل لازم اشيلها من جوايا تماما قبل ما ابدا علاقه جديده. هو ده اللي احنا مفروض نعمله، لان من غير كده هنحس ان احنا بنعمل ايه، ان احنا بنشوه نفسنا وبنشوه اي علاقه جديده تخش حياتنا. انا بشبهها بالظبط عامله زي واحده دخلت سوبر ماركت او دخلت يعني سنتر تجاري كبير وشايله شنطه فيها لبس جديد، بس حطيته للاسف في شنطه فيها ازاز مكسر. تفتكروا هيعمل الازاز المكسر في اللبس الجديد ايه؟ هيقطعه. تعالوا نشوف المكالمه اللي معانا. الو، تاني الخط قطع. يبقى انا النهارده لما بجيب الشنطه ديت اللي فيها ازاز مكسر وماشيه بيها رايحه جايه، اي حاجه جديده تخش عليها تعمل فيها ايه؟ اقطعها. الحاجه الجديده اللي بشتريها دي اللي هي الراجل او الانسان اللي بيخش حياتي. معانا تليفون. الو 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 ايوه مين معايا؟ مين؟ ايوه انا عايز اشترك البرنامج. انت اوريدي مشترك، اتفضلي بس علي صوتك ويا ريت تسمعيني من التليفون، توطي التلفزيون شويه. انا سامعاكوا. طب اتفضلي مين معايا؟ كنت عايز اسال على حاجه يعني. اتفضلي. انا انت ممكن نعرف اسمك؟ هو انا كده كنت قلت ولا ايه؟ لا احنا سامعينك كويس، بس اتفضلي اتفضلي اتكلمي عشان نعرف الموضوع بالظبط. اسم حضرتك ايه؟ انا اسمي لطيف. اسمك ايه؟ لطيفه. لطيفه، اهلا بيك يا لطيفه، اتفضلي. عايزه تسالي عن ايه؟ يعني عايز اسالك على حاجه كده وتجاوبني عليها عشان انا مش عارفه معناتها ايه. اتفضلي. ايه؟ ايه؟ هو مش البرنامج ده في التلفزيون؟ انت تقدري تشوفي القناه بتاعتنا، تقدري تشوفي تعملي الشات، لكن بتسمعينا بس على القناه. مش هو ده اللي بيتكلم في التلفزيون؟ مش انا؟ لا هو انا، بس في تاخير كده 3 ثواني 3 دقائق ممكن دقيقه ممكن مش عارف بالظبط قد ايه، بس في وقت تاخير ما بين اللي انت سامعاه دلوقتي. قصدك تقولي انك انت مش سامعه نفسك، هو ده اللي انت عايزه تقوليه؟ ايوه. لكن انت سامعاني من قبل ما تتصلي. مظبوط. انت بعد دلوقتي يعني في برنامج بتتكلم، ما هو عشان في تاخير بس بين الهوا وبين الحقيقه بيبقى في حوالي ثواني كده تاخير بين الاثنين، بس اتفضلي قولي. مش دي مشكله انك انت متهيألي عايز تسمع صوتك في التلفزيون، انت عندك حاجه عايز تساليني عليها اكيد. في اتفضلي. طب انا كنت مرتبطه بحد. كنت مرتبطه ولا مرتبطه؟ لا انا يعني هو انا بقول كل بس هي انت عندك كم سنه يا لطيفه؟ ايه؟ عندي كم سنه؟ عندي لسه 19 سنه. 19 سنه لسه بتدرسي يعني؟ ايه؟ لسه بتدرسي؟ لا انا شغاله. بتشتغلي؟ طيب اتفضلي يا لطيفه كملي. كنت مرتبطه بحد فجاه يعني قبل كده يعني وهو مش عارف في ايه ده، في رمضان بالظبط، في ده يعني يوم 15 رمضان.
أبي يعرفني وإحنا تعرفنا على بعض وكده وعلى بحبه وكده يعني كان المفروض يعني على عيد الضحية اللي جاي دوت تبقى خطبتي معاه. ففجأة يعني من قبل ما يجي رمضان شاف بنت قدام محل اللي هو شغال فيه فخدت رقم تليفونه من الموبايل بتاعه وكان بيحاول رصيد وقال لي كلمتني وكده وقال لي انا كلمتها وكده وقلت له لو وهي كلمتها تاني انا مش هتكلم معاك. فقال لي خلاص ماشي يعني انا لما بقول لك ليه انا لما كلمتهاش هي اللي اتصلت بيا قلت له انت ترد عليا ليه قول لها مش عايزه اتكلم معاك. فراح قال لي خلاص ماشي. طب فين المشكله هنا يا لطيفه؟ فين المشكله هنا؟ انا بحب بقول لك ايه يا لطيف هزعل منك بقى انت مش متابعانا من اول حلقه؟ اه تمام. طيب واحد شفتيه في مكان وعجبتوا بعض ووعدك ان هو يجي لك في العيد يتقدم لك ده كده بقى ده حب خلاص؟ سميتيه كده حب؟ لا مش حب. امال ايه بقى؟ مش حب كده عادي اي واحد بيحب بعض. لا برضه يبقى انت لسه ما اتعلمتيش مننا حاجه النهارده. الحب يا سيدتي يا ابنتي العزيزه الحب ده لازم يكون انسان يقدر يديلك حاجات قدام الناس يقدر يطبطب عليكي لما تكوني بتعيطي يقدر يديكي الاحساس بالامان لما تكوني خايفه وبترتعدي. شفتي اخوك الكبير مثلا لما يكون بيحبك وانت بتحبيه وماسك ايدك في الشارع بيعديكي الشارع؟ شفتي اما تحسي بالامان ان انت مش خايفه من اي حاجه وجنبك باباكي او جنبك اخوكي هو ده الحب الحقيقي. لكن اللي انت بتقولي عليه دوت ده حب في رحله الجواز مش حب لهذا الشخص. عموما احنا معانا تليفون تاني. الو ايوه مساء الخير. مساء النور. انا كارما. اهلا بيك يا كارما. اهلا بحضرتك في الدمار. انت بتكلميني منين يا كارما؟ من البر. يعني القاهره من مصر يعني. ايوه. اصل اسمك مش منتشر قوي انا بشوف الاولاد الصغيرين. اهلا بيك يا كارما. اهلا بحضرتك. يعني هو ابتدى ينتشر قصدي اقول حديثا لكن هو اسم حلو قوي انا من الاسماء اللي بحبها. يا دكتور مدحت هو ده اسمي التاني. اوكي طيب اوكي. اهلا بيك يا كارما. اهلا بحضرتك. انت متابعه البرنامج من اوله؟ طبعا. طيب قولي لنا بقى زعلانه؟ طبعا عشان انا كلمت حضرتك في رمضان لما كنا ايوه مع عبد العربي. معلش بقى انت لازم بقى تعذريني عشان البرنامج لسه تاني حلقه وفي نفس الوقت كمان لسه ما تعرفتش بكل اللي هم الناس المستمرين معانا دايما في كل البرامج يعني. لكن اوعدك ان انا هاخد بالي المره الجايه. قولي لنا يا كارما حب ولا خيانه؟ لا حب ولا خيانه. كم كيلو حب وكم كيلو خيانه؟ 2 كيلو حب ونص كيلو خيانه. لا بجد انت حبيتي ولا ما حبيتيش قبل كده؟ اللي مش سؤال ده. لا عادي طبعا حبيت اتحبيت. سنه الحياه الجواز. انا ما سمعتش ان الحب هو سنه الحياه. والحب ده فرض الحياه لو كل واحد يعرف يحب هتبقى الحياه جميله جدا لكن سنه الحياه هي الجواز لو تقصدي يعني التعبير صح يعني. يبقى انت بتحبي عشان تتجوزي؟ بحب علشان اتجوز. يعني ممكن واحد يجي يقول لك انا بحبك فتيجي تقولي له طب اتجوزني يقول لك لا مش هتجوزك هتستمري ولا هتسيبيه؟ لو بحبه لا طبعا عادي مش فارقه. مش فارقه؟ لا طبعا. الكلام بتاعك دوت انا سامع دلوقتي اطباق بتتكسر بره في 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 يعني الجماعه المستمعين اخواتنا المستمعين واخواتنا المستمعات هتلاقيهم بيكسروا اطباق دلوقتي ان في كتير معترض على الجمله اللي انت قلتيها لان احنا عندنا في شرقيتنا في ثقافتنا ما فيش حاجه اسمها بحبه اتجوزه لا ما ينفعش اتجوزه احبه لا دي ممكن لكن العكس لا صعب شويه. احنا ثلاث ارباع عاداتنا الشرقيه كلها غلط وفي الاخر خالص بتوصلنا لنتائج مدام منى ومدام ايمان ما هي دي برضه من العادات الغلط لان هم ضربهم في بيوتهم انه بيشوفوا مامتهم بتتضرب ومامتهم مامتها كانت بتتضرب وسكتوا مع الوضع ده. انت كده بقى دخلتينا في جحر انا بسميه جحر تعابين يعني قلبت المواجع. هو بصي هو طبعا كلامك ده عايز قاعده. ليه بقى؟ لان الفكره اللي انت بتتكلمي فيها ديت فكره ان انا باخد صوره سلبيه
اثناء التربيه. ودي اوعدكم ان شاء الله لكل الامهات اللي بيسمعونا دلوقتي وعندهم اولاد، هعمل لكم حلقه مخصوص ازاي التاثيرات او الحلقات الثقه بنسميها اللي بتيجي